في إطار السعي المتواصل والجهود المبذولة للارتقاء والتطوير من منظومة النقل السككي والجماعي في المملكة، نظمت نقابة المهندسين الأردنيين ورشة وملتقى هندسة السكك الحديدية بمشاركة عربية ودولية وبحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب. هاي فرصة لتبادل الخبرات ولزيادة معرفة، يعني في جانبين ممكن يكون الحضور، جانب اللي عم في بعض الحضور هاي مواضيع جديدة له، فهاد بتزيد معرفته، بتزيد اهتمامه في جوانب يمكن ما يكونش عنده المعرفة الكافية فيها، هذا جانب. والجانب الأهم إنه عم نسمع لذوي الخبرة، لأصحاب اختصاص، هذا كمان هون بتيجينا الفرصة الثانية، أنا باخذ خبرة من ناس معنيين ممارسين مطبقين، وبنفس الوقت بتكون فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بهدف التواصل وإن شاء الله التطوير العملي. وقد تناولت جلسات الملتقى المشروع الوطني لسكك الحديد، والذي ينفذ ضمن منظومة إقليمية ودولية لربط الأردن بجواره، وضمان الحصول على دعم مستقبلي لإنجاح المشروع وتسريع تنفيذه. أصابت حقيقة نقابة المهندسين في اختيار موضوع الورش اليوم في النقل السككي، وطبعا يعني استراتيجيات ومشاريع النقل العام والسككي في الأردن موجودة، يعني طبعا سواء مشاريع النقل السككي لسكة الحديد الوطنية أو سكة الحديد الإقليمية اللي بتربطنا ما بين سوريا والعراق والسعودية موجودة، وخطط تنفيذها موجودة وغير ذلك، كل شيء موجود، لكن المصيبة الآن عندنا شيء واحد فقط هو التمويل. الهدف الأساسي كان من هاي الحدثين خلينا نسميه أنه الاهتمام المتزايد في النقل بالسكك الحديدية يتطلب وجود مهندسين ذو كفاءة متخصصين ويستطيعوا أن يقوموا بهذا العمل. من جانبه أكد نقيب المهندسين الأردنيين عبد الله بيدات على أهمية الورشة للبحث في التطور العالمي في مشروعات السكك الحديدية، والتي من شأنها تقليل كلفة نقل البضائع والركاب والحد من الاختناقات المرورية. موضوع السكك الحديدية هو موضوع يهم المواطن الأردني من حيث البيئة، من حيث تكلفة الوقود وتقليل هذه التكلفة، من حيث اختصار الزمن، من حيث نقل البضائع، من حيث نقل الركاب، من حيث أن نكون أيضا متوائمين مع الدول التي من حولنا والتي الآن لديها مشاريع لإقامة شبكة سكك حديدية متكاملة، ولا بد للأردن أيضا أن يكون من الدول المهيئة لهذا الأمر. وفي الختام نادى المشاركون العرب بضرورة إدماج علوم هندسة السكك الحديدية في المناهج الدراسية في جامعاتنا العربية. قسم التسويق والإعلام، نقابة المهندسين الأردنيين.